مساء النور. اليوم جيت نبارطاجي معكم وصفة تاع حلوة السكرفاج، ولا صب الرشراش، ولا بصاد الريح. واحد الطريقة يعني سهلة، النتيجة تاعها تحفة، وراح نضيف لها بعد الإضافة. تبعوا الفيديو الأخير، انتوزوا مباشرة على بركة الله للمقادير. بالنسبة للمقادير، عندي 4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، عندي كاس غير ربع زيت، عندي كاس غير ربع سكر غلاس، تنجمو تعوضوه بالكريستاليزي اذا ما كانش متوفر سكر غلاس. عندنا لافاني، عندنا قرصة تاع الملح، الفارينة، وعندنا باكي خميرة تاع الحلوى، وزن 10 غرام. نجوزو مباشرة على بركة الله لطريقة التحضير. اول حاجة نجيبو الغيسيبيون تاعنا ونفقسو فيه 4 حبات تاع ولا الدجاج، قلت لكم بدرجة حرارة المطبخ. نضيف عليهم القرصة تاع الملح، نضيف عليهم الكاس غير ربع تاع سكر غلاس، نغربلوه. نضيف عليهم ملعقة معمرة مليح، هاي ليك تاع قهوة حليب الكبيرة، لافاني، نغربلوها توجور. نجيبو الفوي ونخلطو الكل مع بعض. تحبو تخدمو بالباتور هادشي يرجع ليكم، ولكن بالخلاط اليدوي راح يوفي بالغرض. هنا بعد ما خلطنا السكر مع البيض وقرصة الملح لافاني، نجوزو نضيفو الكاس غير ربع تاع الزيت تدريجيا هكا مع الاستمرار في الخلط. هنا خلطو مليح يسمى باش ينسجمو لنا جميع المكونات مع بعض. هنا بعد ما تخلطو جميع المكونات مع بعض، هنا راح نستغناو على الفوي باش نبداو نخدمو بلا سباتشي ولا بيدنا، نضيفو الفارينة تدريجيا. هنا تبعوا هاد المرحلة جيدا البنات. هنا درت الفارينة، نضيف عليها الكيس تاع الخميرة كيميائية ولا الكيميائية عفوا، وزن 10 غرام، خميرة الحلوى ولا ليفر شيميك ولا البيكين باودر، المهم غربلو كلش. هاد لي غريمون راح يشكلو لكم عائق، كي تغربلو راح تتحصلو على نتيجة مليحة. هنا نبداو ندخلو في الفارينة والخميرة في الخليط، يعني حتى نبداو نتحصلو على عجينة شوية تتلاصق. باش نحو منها الربع هذاك، نزيدو الفارينة عفوا باش نسكرفجوه فوق الحلوى تاعنا. هنا بعد ما تحصلت على هذا القوام، شوفوا لكم تشوفوا فيه باش تجيكم صب الرشراش تاعكم ولا حلوه بساط الريح ولا سكرفاج تجيكم شابه. الكميه الكبيره اللي راح نديروها في السنيوه لازم القوام تاع العجينه يكون هكا. دوك انا هنا واش ندير، نحي كميه من العجينه هذه اللي راح باش نسكرفجها من الفوق، نحو كميه هكا. دوك نضيفوا لها الفارينه، نشفوها بها هكذا، وهذه نجيبو نحطوها في السنيوه. جبت السنيوه، درت فيها الزيت، فرشت فيها بابي كويسون، القطر تاعها 38 على 30 سنتيمتر. نجوزو نهبطو هذيك العجينه ديالنا، هنا دوك نستعينو بالزيت باش نمشيوها. ماذا بكم ما تجيكمش عاليه بزاف، يعني تجي في لي نورم، باسكو راح نزيدو لها من فوق العجينه هذيك اللي راح نسكرفجوها. هنا بعد ما فرغنا كامل العجينه تاعنا في السنيوه، دهنت يدي هنا بالزيت باش نجوزو نمشو العجينه تاعنا كامل بهذه الطريقه، ولكن سويوها يعني بحجم واحد هكذا. دوك نمشيها كامل على قطر السنيوه تاعنا. هنا بعد ما مشيت العجينه ديالي كامل كيما راه موضح هنا، هنا نجوزو نديروا لها هكا بلا كوبات، يعني باش تكون بحجم واحد، يعني بمستوى واحد هكذا. هنا نجيب المعجون وندير طبقة تاع المعجون، ولكن ما توصلوش للأطراف. علاش؟ باسكو كي تكون طيبنا يتنحرق لكم المعجون هنا في الأطراف، دونك هنا ديرو غير في الوسط هكذا، في الوسط، ولكن ما تلحقوش للأطراف. هنا بعد ما درت لها المعجون كيما راكم تلاحظوا ما وصلتش للأطراف، نجيب هنا العجينة ديالي اللي كنت نحيتها، ونزيد نضيف لها الفارينة حتى تتماسك، يعني باش نقدر انا ربيها. هنا بعد ما طميتها، شوفوا القوام اللي لازم نتحصلوا عليه. نجيبو هنا السنيوه ديالنا، نجيبو السكرفاج ونبداو انا ربيو هكا في العجينه تاعنا، يعني في لوتور كامل تاع السنيوه هكذا. هنا البنات بعد ما ربينا العجينه تاعنا كامل، جبت احنا شويه كاوكاو ايفيلي ماشي محمص، باسكو راح نطيبوه
مع الحلوه. دونك هنا راح يتحمص اوتوماتيكمون وحده. هنا نرش من الفوق، علاش قلت لكم راح ندير صب الرشراش ان بو سبيسيال، راح نضيف له بعض الاضافات، مازال يعني راح نزيد نضيف له واحد الاضافتين، ولكن بعد ما يطيب تبعوا الفيديو الى الاخر. نرشوها كامل هكذا. هنا بعد ما درت لها البنات الكاوكاو كما راكم تشوفوا ساير داير، هنا ندخلوها الطيب على 180 درجه كما نطيبوا لي صابلي، ماشي نار قويه، متوسطه ولا تحت المتوسطه بشويه. الشباك يكون توجور في الوسط، اذا كان الفوق تاعكم الكتريك شعل من الفوق ومن التحت شعلوا لهم على فوا، سينو شعلوا لها من التحت غير تشوفوها حمارت في الاطراف، زيدوا حمروها شويه من الفوق ونكملوا بقيه الوصفه. هنا بعد ما طابلنا صب الرشراش تاعنا كما راكم تلاحظوا، انا نحب هاد التحميره، عندي هنا شويه ناباج ولا لا جولي، نجوزو ندهنو كامل السطح تاعهم، اللي ما عندهاش الناباج يعني دير المعجون ما فيها بس، باش نضيفو له من الفوق حلوة التوك وواحد العقيق شات دوك تشوفوهم، ما تحبوا ديروا لها من الفوق العسل، هاد الشيء يرجع لكم. هنا نجوز نرشها بشويه حلوة التوك وهي سخونه، باش حلوة التوك تاعنا تدوب على العجل على الكاطو تاعنا عفوا، و يعني تلصق بيان في السطح ديالو. نديرها بهذه الطريقه بزاف وتعجب يعني جميع اللي ذوقها يقول لي صب الرشراش ديالك ما شاء الله. تنجموا تسموه صب الرشراش بريستيج باسكو ضفنا له بزاف اضافات كيما الكاوكاو ايفيلي، تنجموا اذا كان عندكم اللوز ايفيلي ضيفوا، واذا كان عندكم ثاني كونكاسي لوز ولا جوز ولا هذا الشيء يرجع لكم للاضافات. انا حبيته بالكاوكاو باسكو يمدلو ذوق بزاف بزاف الشباب. هاي لك هنا البنات عندي هاد العقاش الرقيق، ندوز نضيف له في السطح هكذا يعني رشه خفيفه، راح يمد لكم غير في لي شباب، وكي تقطعوا الحبيبات تاعكم وتحطوهم في لي كيسات ولا في الصح راح يمدوا لكم منظر شباب. دوك هنا بعد ما درت لها كامل الاضافات اللي قلت لكم عليهم نخليها تبرد مليح، باش نقطعوها كي تقطعوها سخونه راح تتفتت، دونك هنا خلوها تبرد ونجوزو نقطعوها مع بعض. هنا بعد ما بردت انجوزو نقطعوها، بالنسبه للتقطاع كل سيده تقطع بالحجم اللي راهي حباته، انا نحب نقطعها يعني نجيب المسطره ونقطعها هاو ديك الوسط ونبداو هنا بسم الله على بركه الله. دائما ابداو في الوسط، علاش راح تمد لكم كيما نقولوا حنا التقطع السواسوا هكذا. نزيدو ندورو على العرض تاعها هاو ديك الوسط، نجوز ان يعني توجور بالمسطره يعني باش يجيني الخط مباشره مستقيم هكذا. من بعد نديرو الحجم اللي رانا حابينه، انفا نقسمو الطول والعرض، احنا يعني نقسمو بالحجم اللي راني حباته. انا راح نقسم هكذا الحجم هذا، وحده اثنين ثلاثه صافي، كل جهه على اربعه هكذا. نكملها كامل بهذه الطريقه وتشوفوها بحول الله تعالى على طاوله التقديم. هنا بعد ما شفتوا معايا جميع المراحل النتيجه اللي تحصلنا عليها هذه هي صب الرشراش بريستيج بطريقه سهله، نتيجه روعه الطراوه. واش نقول لكم، زينتو هنا بشويه ورد الشوش كيما راكم تلاحظوا. بالنسبه للتزيين اختياري كيما تنجموا، ما ديروا له حتى حاجه من الفوق باسكو ضفنا له بما فيه الكفايه، ولكن انا حبيت على جال لا فيديو باش يمدلي غفلي شباب. شوفوا هنا هاي ديك الحبيبه، شوفوا كيفاش طاب، عفوا طاب ما شاء الله، طاب من تحت حميمر. زاد هنايا نفتحوا حبيبه باش تشوفوا يعني الطراوه والقوام اللي تحصلنا عليه. هذا هو، شوفوا شوفوا البنات جم ما شاء الله. ديروه بالطريقه اللي مديتها لكم راح تتحصلوا على نتيجه ما شاء الله. نقول لكم اللي زار قناتي اول مره في اخر الفيديو، نقول لكم اللي زار قناتي اول مره يدير لي جامي ابوني ويفعل الجرس فضلا وليس امرا. بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. هذه الحلويات يعني الجافه السهله راح تحتاجوها بزاف، دونك هنا نقول لكم جربوها وادعيوا لي بالخير. تهلاو في رواحتكم، الوصفه المجيه. سلام سلام.